الخليل أضيفت على لائحة التراث العالمي، فبالتالي يجب أن يكون شهر رمضان المبارك مميز عن باقي المدن الأخرى. والحمد لله رب العالمين، كان هناك عدد من الأمسيات طوال شهر رمضان، كانت في الحارات، كانت في الشوارع، كانت في المناطق المحاذية للاستيطان، كانت في بلد في قلب البلد العتيقة من مدينة الخليل. الليلة هي أمسية بالشراكة مع فرقة شعلة القدس من العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، بالشراكة مع بلدية الخليل، عرض كشف يجوب شوارع مدينة الخليل. طبعا هذا بالإضافة إلى تزيين مدينة الخليل بشكل أفضل وأجمل حتى تظهر بشكل مميز في هذا الشهر الفضيل. فبالتالي كان شهر رمضان المبارك في مدينة الخليل غير ويختلف عن كل المناطق الأخرى. احتفالات يوم القدس العالمي، واحنا من مدينة القدس جينا على مدينة الخليل لنؤكد على التآخي ما بين المدينتين وما بين القدس والضفة الغربية. طبعا احنا اصرينا ان نوصل لمنطقة شارع الشهداء لاثبات وجود الشعب الفلسطيني واثبات حق اهالي الخليل في مدينة الخليل على انهم لهم حق في هذه المدينة ولهم حق في ان يفتح شارع الشهداء.